السلام عليكم، مساء الخير. اللي يسأل على الونيت البيجو موديل 74، الآن الونيت شبه جاهز، كان يحتاج له فرامل، المالك صلح الفرامل، السيارة زي ما تقولوا كانت واقفة فترة طويلة فكان يحتاج لها بعض الصيانة. المزاد راح ينزل لمدة 4 أيام في موقع الإلكتروني. قلنا نصور لكم الفيديو بالكامل ونذكر الملاحظات اللي في السيارة وتطلعوا على السيارة كفيديو كامل. ميزة السيارة إنها ونيت بيجو، لأنه بعضها جت سيدان، فهذا جاء زي ما هو زي كده على حد علمنا. والشيء الحلو إنه ونيت صغير، تشوفه بحجمه، اللون، في أفكار كثيرة على السيارة هذه بما أنها موديل السبعينات وتعتبر كلاسيك، تقدر تستخدم أو تقدر تقلبها ك إيش تقولوا أنتم، فود تراك أو اللي حاب يترزق الله وياخذها كستايل، يكون زي اللي عنده الفود تراك هذه او يبيع اي شيء يكون تصميمه له هنا، راح تكون جميله جدا. افكار كثيره صراحه، بس قلنا نصور لكم السياره بالكامل ونوريكم الملاحظات. الصبغ مجدد طبعا، تجديد قديم، في بعض الملاحظات في الصبغ بس هذا بحكم عمر السياره. راح نوريكم الداخليه الان. طريقة المزاد عن طريق الموقع اللي هو صفقة.sa، دائما اللي يسأل في اليوتيوب أو بعض الفيديوهات تبعنا نشوفها في قنوات ثانية في اليوتيوب، فناس يقول كيف نزود، أنتم ما نزلتوا الطريقة، ننزلها لكم في الانستغرام واليوتيوب في الوصف. وريكم السيارة من الداخل، هذه بعض الملاحظات عن قرب يا أخوان في الصبغ، أنتم شايفين هذه الملاحظات اللي هنا عندكم، هنا كذلك بعض الملاحظات هنا. الصبغ ليس 10 من 10 يا أخوان، بس اللون جميل. والملاحظة المهمة يا أخوان في السيارة، إن السيارة شغالة، تم عمل صيانة لها قريب. الملاحظة إنه الكلتش، السيارة تشتغل بس ما تعشق على أساس تمشي، الكلتش يحتاج له إصلاح. راح نشغل لكم السيارة الآن ونوريكم الطريقة من جوا. هذه المقاعد يعني يحتاج لها ممكن تلميع. السيارات اللي بتيجي عندنا يا اخوان اللي بيسال، حنا نجتهد قدر المستطاع ان السياره تتغسل او نعطيها زي البولش البسيط. هنا بعض الملاحظات اسفل الباب زي ما انتم شايفين، هذه ميزتنا في مزاد صفقه، ان نوريك كل شيء في السياره، ما يخبى عليك نهائيا شيء. هذا الصندوق من جوا زي ما انتم شايفين، شكل الخشب عليه جميل. هذه الماكينة 4 سلندر يا اخوان، هذه الماكينة هنا، هذا صدر الموتر من هنا خلف الماكينة، يحتاج لها تلميع من هنا. اللي بيسأل كثير ليش ما تلمعوا سياراتكم، قدر المستطاع احنا نجتهد وخدمات نسويها من طرفنا احنا كمزاد، يعني انه السياره تظهر بشكل جميل، لكن في بعض الملاحظات تكون يعني المالك يبغى يعرض. شوف الملاحظه هذه في الصبغه عندكم هنا، هذا اثار معجون يا اخوان. طيب نشغل لكم السياره الان، السويتش يشتغل، نوريكم الطريقه. اوريكم الداخليه الان، هذه الداخليه، وريهم الداخلية. مهمة، الكلتش يحتاج له إصلاح، خفيف يمشي يلقم معك في نملة فقط، يعني مثلا قدام فرامل تمام، لكن لما تجي ريوس في مشكلة بالكلتش. اسمع، فالكلتش فيه مشكلة يا اخوان، بس التوضيح هذه الداخلية، وريهم الداخلية صح، وريهم الداخلية، الحين اوريكم يا اخوان
الفيديو من اسفل السياره، الرجال اطلع على الفيديو بالكامل، لا تزاود الا انت شايف الفيديو بالكامل. الصور طريقه المزاد انت عارف، اتصل او واتساب افضل شيء. نشوفكم على خير، السلام عليكم. طيب يا اخوان، الان راح نوريكم الوانات البيجو من اسفل ونذكر لكم جميع الملاحظات. زي ما تشوف هنا الجزء الامامي عندكم في الجسر والشاصي الامامي يوجد بعض الصدى، بعض التآكل زي ما تلاحظوا هنا. هذا الشاصي الامامي يوجد صدى زي ما تشوفوا هنا، بعض التآكل في ارضية السيارة. طبعا العضلات الأمامية جميعها تحتاج تغيير، عندكم تهريب في وجه كارتير الماكينة، كذلك تهريب في الجير، في صوف التعشيق زي ما تشوفوا هنا. هذه العضلات الجهة الثانية تحتاج تغيير بالكامل يا اخوان. عندكم الجزئية هذه هنا زي ما تشوفوا كيف جاتها ضربة من اسفل، كذلك الجهة الثانية زي ما تشوفوا كيف عندكم تآكل هنا في أرضية السيارة من أسفل، من السيارة يحتاج لها شغل وتجديد بالكامل من أسفل يا إخوان. زي ما تشوفوا هنا التآكل في أرضية السيارة. هذا الشاصي الخلفي اللي هو من جهة الصندوق يا إخوان سليم، لا يوجد تآكل فيه، لكن يحتاج تغيير الأرضية اللي هي الخشب زي ما أنتم شايفين. بالجهة الثانية الدفرنس الخلفي يوجد تهريب زي ما تشوفوا، المساعدات الخلفية سليمة. هذا الشاصي الخلفي اللي متصل بالصندوق اخوان. هذا الجهة الثانية هنا طبعا عندكم الكنداسة والشكمان يحتاج تغيير بالكامل. عندكم هنا الجسر الخلفي يوجد بعض اللحامات والصدى، وهذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من أسفل.